بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام ونعمة يا أحبائي. عايزين نستغل الفرصة اللي احنا متواجدين فيها أكتر في بيوتنا إننا نقرب من ربنا. الفترة دي مليانة بمشاعر كثيرة جدا، فحبيت أشارككم في بعض التأملات في المزامير، لأن المزامير أيضا مليانة بالمشاعر الكثيرة ما بين حزن ورجاء وعزاء وفرح واكتئاب. لكن الجميل في مزامير داود انه يبتدي المزمور ممكن بحالة حزن او بحالة فقدان رجاء او بحالة ألم، وينتهي بفرح وعزاء ورجاء. فعايزين كده مع بعض نتأمل في المزمور الرابع من صلاة باكر. نقرأ المزمور مع بعض. إذا دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني. ترأف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل قدوسه عجبا. الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا. الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا رب. أعطيت صالونا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. الليلويا. هذا المزمور يا أحبائي هدفه الأساسي والرئيسي هو السلام. السلام، وخصوصا في المواقف المحيرة، المواقف التي ما بنقدرش اننا ناخد فيها قرارات ومش عارفين نعمل ايه، نحس اننا تايهين كده. هذا المزمور يعطي هذا السلام الداخلي. هذا المزمور كتبه داود، هو والمزمور الذي يسبقه، هو المزمور الثالث، لما كان هربان من وجه ابشالوم ابنه، فكان طبعا حالته صعبة جدا، فكان مفيش سلام داخله. هذا المزمور يعطي هذا السلام. تمرد ابشالوم على داود أبيه، فأصبح داود محاط بالمهانة وبالتعب والكذب والكآبة والسخط. مفيش حاجة كويسة حوله، هربان من وجه ابنه في الجبال. فداود في هذا المزمور بيحس ده ابنه ابشالوم والشعب اللي معاه اللي خدعهم أخيتوفل على إن هم يتوبوا، بيحثهم على التوبة. دي نظرة عامة كده على المزمور، لكن أنا عايز أركز على الآية اللي بتقول إذا دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني. المسيح يقودنا من الحزن والضيق والقلق والتوتر إلى طريق الفرح المتسع. يعني إيه الفرح المتسع؟ الفرح المتسع يعني يكون قلبنا واسع مملوء سلام وفرح. معناه أن المسيح يدخل قلوبنا يملك عليها، فنبدأ معاه حوار في الداخل. ودي فرصة حلوة، ممكن تكون الدنيا هادية شوية، خروجاتنا واجتماعياتنا قلت، إننا نقعد كده إيه زي ما بيقول كده ربنا قدسه صوما ونادوا باعتكاف. قد يكون ربنا فرض علينا اعتكاف كده غصب عننا، يعني زي واحد كده بيحب حبيبته وهي مسألة فيه، ويحاول هو دايما ايه بطريقة او باخرى انه يخليها ايه تتصل بيه ويجبره انها تقعد معاه. عايز يتكلم معانا، عايز يسمعنا، وعايزنا نسمعه. فلنستغل هذا الوقت ونفتح قلوبنا للمسيح ويدخل ويبقى لينا حوار داخلي كل واحد فينا معاه. ولو حصل ونعمة المسيح زارتنا، وده أكيد هيحصل، هيكون هناك إيه؟ في تشجيع، في تهلل، في فرح، في سلام في القلوب، في شجاعة وقت التجربة، زي ما كان داود شجاع وقت ما كان هربان من وجه ابنه أبشالوم. خدتوا بالكم من الآية اللي قلناها؟ قال في الشدة فرجت عني، ما قالش في الشدة أنت لم تسمح لي بالوقوع،
في الألم، ما قالش كده، أو ما قالش كمان في الشدة نزعت عني ألمي بسرعة، لا، قال له كده في الشدة فرجت عني أو أخرجتني للرحب. وأخرجتني للرحب تساوي إيه؟ أخرجتني للرحب دي تساوي إنك أعطتني حرية، أعطتني راحة. بلاش نركز على الأخبار المتعبة كتير، العالم لا يعطي سلام. نحول أنظارنا بدل ما هي على قنوات الأخبار والتلفزيون والسوشيال ميديا، حول نظرنا للمسيح، هنبقى في راحة وهدوء وفي سلام في داخلنا، بالظبط زي الفتية في أتون النار. النار شغالة ولكن هما في سلام، وأصبحت النار كندى بارد حولهم. فلنثبت أنظارنا على المسيح، لأن ليس لنا خلاص إلا به. فرصة نقعد مع أسرنا زي ما قلنا، نطبق مع بعض فكرة المذبح العائلي اللي قلناها من كام أسبوع كده في الأرك ميتينج. فرصة أفكركم بالثلاث نقط اللي قلناها. المذبح العائلي هو عبارة عن درس كتاب 5 7 دقايق يوميا مع كل أسرة، كل الأسرة تكون قاعدة. صلاة 5 دقايق تصلوا فيها لبعض وللعالم كله. نضيف على ال5 دقايق دول في الظروف اللي احنا فيها التدريب اللي اتفقنا عليه امبارح، اللي هو نصلي صلاة النوم والمزمور 90 أو 91 في بعض الترجمات، اللي هو الساكن في الستر العلي. نصلي 5 دقايق ونصلي التدريب اللي اتفقنا عليه ونصلي المزمور اللي اتفقنا عليه، وتسلموا كمان أولادكم الإيمان اللي هتقولوه لهم عملي. بمعنى لو احنا هندرس في درس الكتاب عن السامري الصالح، تكون صلاتنا لها علاقة بالسامري الصالح. شوفوا هو عمل ايه، ونقول يا رب ساعدنا اننا نكون زيه ونساعد الناس اللي حوالينا، ساعدنا اننا نهتم حتى بالناس اللي ما بيحبوناش، ونعمل كده عملي بقى، نوصل الحتة دي لولادنا عملي. يعني يشوفونا مثلا بنساعد جيراننا، بنساعد حد محتاج حاجة في احنا حبوه ولا ما نعرفوش حتى، نسلمه لهم عملي. وإلا أولادنا هيكتشفوا لو احنا بنعمل عكس اللي بنقوله لهم في درس الكتاب، إننا ماشيين كده إيه، ونقول كلام نظري وليس كلام عملي. أولادكم لازم يشوفوكوا بتنفذوا الإيمان عملي وتسلموه لهم عملي، زي ما حصل مع القديس تيموثاوس. أمه وجدته لويس سلموا الإيمان صح. عايز مش عايز أطول عليكم. لنا رجاء لأن مسيحنا إله قادر، لنا رجاء لأن مسيحنا إله غافر وملتمس العذر لينا، ولنا رجاء لأن مسيحنا إله محب. اذكروني في صلواتكم، نلتقي على خير قريبا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.